متابعينا اهلا بكم، معكم هدى عامر من قناتكم الاخباريه مصر ميديا يو في البدايه نستهلها بابرز العناوين. مميزات الفرقاطة الشبحية المصرية: تقوم بالعديد من المميزات في مجال الرصد والتتبع والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية. نتابع في هذا التقرير: الدولار يكسر حاجز 16 جنيها في مصر لأول مرة منذ فترة كبيرة. الأزهر يحرم لعبة بابجي موبايل بعد ظهور شيء غريب فيها. مصر تعلن أول نتائج لعلاج البلازما للمصابين بفيروس كورونا. القضاء المصري يعيد قاتل سوزان تميم إلى السجن بعد عفو السيسي عنه. متابعينا، نعود للخبر الأول الذي يقول، وللتقرير الأول معنا: المميزات في الفرقاطة الشبحية المصرية. لها العديد من المميزات. في بداية نحن استقبلنا العديد من هذه الفرقاطة الشبحية المصرية في مجال الرصد والتتبع والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية. فمن مميزاتها أولا الرادار متعدد الوظائف اسمه هارفل، ثلاثي الأبعاد ذو مصفوفة المسح الإلكتروني السلبي، وهو مخصص لمهام المسح الجوي والإنذار المبكر وكذلك توجيه الصواريخ. تبلغ سرعة دوران الرادار 60 لفة لكل دقيقة ويغطى 360 حول السفينة جوا وبحرا. تصل هذه السفينة إلى مسافة أقصاها 250 كيلومتر مكعب، مع قدرة على كشف الأهداف البحرية على مسافة 80 كيلومتر. وللميزة الثانية في هذه الغواص والميزة الثانية في هذه الشبحية المصرية تقوم بنظام المعلومات SIG21 للقيادة والتحكم، Control Information System على حسب تعبيرها، وهو نظام ثوري ضخم يقوم بخصيصا للقيادة والاتصالات والربط والتبادل المعلومات والأوامر والاستخبار والتنسيق والتخطيط والإدارة مختلف العمليات والمهام البحرية والجوية والبرية مع مختلف المنصات القتالية الصديقة والتابعة للحلفاء، وهو نفسه العامل على متن حاملة الطائرات الفرنسية. وتقوم أيضا بنظام الاستخبارات الإرشادي، وهو نظام الاتسكس المسؤول عن اعتراض أي اتصالات سواء كانت ذكية، اتصالات ذكية، وتحديد موقعها واتجاهها وخطورتها لتحديد ورصد الأهداف المختلفة سلبية. أما إن أتينا في مجال المكافحة الغواصات، سنجد أن هذه الفرقاطة فريم تعتبر وبدون أدنى مبالغة قاتلا صامتا. فهذه من الدرجة الأولى للغواصات، وهي أصلا مخصصة لهذه النوعية من المهام، نسخة مكافحة الغواصات العاملة لدى البحرية المصرية. كل ذلك يصب في صالح المجال البحري للقوات المسلحة والجيش المصري. قرأنا لكم أغلبية التقرير. مصر تعلن لأول مرة لعلاج بلازما للمصابين بفيروس كورونا. قالت عضو لجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية جيهان العسال إن علاج مصابي فيروس كورونا من خلال البلازما أظهرت نتائج جديدة وجيدة أيضا في نفس الحال. وأكدت العسال أن هناك اشتراطا وشروطا للتبرع بالدم من المتعافين من الفيروس، أهمها عدم التبرع للسيدات والحوامل والذين لديهم أمراض مزمنة وكبار السن، لأن مناعتهم تكون أقل، ولا يفضل تبرعهم، لافتة إلى أنه عملية الحقن بالبلازما لمصابي كورونا تتم على مرحلتين تفصل بينهما 12 ساعة. من جانبه، أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي إسماعيل العربي وصول جهاز فصائل بلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامهما في علاج المتعافين، وكان ذلك بإشراف وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 36 وفاة وأكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 24 ساعة الأخيرة، وكان المصدر من وسائل إعلام مصرية. ونعود للخبر الثاني معنا: الدولار يكسر حاجز 16 جنيهات في أول مرة لمصر منذ فترة كبيرة. ارتفع سعر الدولار مقابل جنيه المصري خلال تعاملات صباحية مقارنة
بمستواه أمس ليكسر حاجز 16 جنيها في الشراء لأول مرة منذ فترة كبيرة وطويلة. وصعد سعر العملة الأمريكية 7 قروش في بنك الأهلي إلى 16 جنيه للشراء فاصل 8 قروش و16.18 جنيه للبيع، ولكنه بقى ثابتا في بنك مصر عند 16.1 جنيه للشراء 16.11 للبيع في الأسواق المصرية في البنك الأهلي. كان الخبير المصري يوسف فاروق قد أكد أن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا، ووصف زيادة سعر العملة الأمريكية بالطبيعية في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي، ووصف زيادة سعر العملة الأمريكية بالطبيعية في ظل تأثر موارد النقل الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. توقع الخبير المصرفي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي، لكنه أشاد بالاحترافية لإدارة الأزمة ولإدارة البنك المركزي وفقا للموارد والسيولة وأدوات السياسات والنقدية، وكان المصدر من وسائل إعلام مصرية. والأزهر يحرم لعبة بابجي لأول مرة بعد ظهور شيء غريب فيها. حذر مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية من لعبة بابجي موبايل بعد تحديث جديد يحدث عند ركوع اللاعب لصنم في خريطة تسمى بسان هوك، حيث يشترط ركوع اللاعب ليحصل على معدات وأسلحة. وقال المركز لم يتوقف خطر اللعبة على القتل والانتحار وإيذاء النفس البشرية، وإنما تجاوز إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا. يزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث له يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة. وتابع على شك هو أمر شديد الخطر عظيم التأثير في نفوس شبابنا للتنشئة الاجتماعية الذين يمثلون غالبية جمهور هذه اللعبة. فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه وتعالى لسؤال منفعة أو دفع مضرة ولو في واقع إلكتروني افتراضي ترفيهي أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سبحانه وتعالى ويهون في نفسه عبادة غير الله تعالى ولو كان حجرا لا يضره ولا ينفعه. كرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة والشريعة الإسلامية وإزدراء الأديان وتدعو للركوع أو السجود لغير الله سبحانه وتعالى أو امتهان المقدسات أو عنف أو كراهية أو إرهاب أو إذاءة النفس أو غيرها من الأمور المحرمات. وأما بالنسبة للخبر الأخير الذي يقول معنا القضاء المصري يعيد قاتل سوزان تميم إلى السجن، وكان ذلك بعد أن عفى السيسي عنه. أعاد القضاء المصري الضابط السابق محسن السكري قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى السجن، ولكن في هذه المرة بتهمة غسيل الأموال بعد أيام من الإفراج عنه بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تنظر محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال بعد إحضار المتهم موقوفا لمحكمة التجمع الخامس. وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42267 سنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، وكان ذلك بعد قول المتهم محسن منير علي حمد السكري صاحب شركة رادسي للتسويق الإلكتروني العقاري ارتكب جريمة غسل الأموال قيمتها مليون وأكثر من 900,000 دولار بعد أن أودع مبلغ 300,000 دولار بحسابه لدى أحد البنوك المصرية بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ 1,545,000 دولار بسكنه بمدينة الشيخ زويد وحفظ لدى شخصين آخرين أشرف منير على حمد السكري وشخص آخر محمد سمير مبلغ 150,000 دولار. وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرهما، وكان ذلك بطبيعة وإطفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار عفو رئاسي عن 3157 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك، غالبيتهم من المدنيين وغالبيتهم من المدانين جنائيا في قضايا متعددة، ومن ضمن المفرج عنهم محسن السكري المدان بالاشتراك في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عام 2008. ومن الجدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى هو مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عام 2008 في دبي، والذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد الحكم النهائي الصادر عليه من المحكمة النقد عام 2012، والذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد الحكم النهائي الصادر عليه من محكمة النقد عام 2012. متابعينا ومشاهدينا، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. كانت معكم هدى عامر من قناتكم الإخبارية مصر ميديا إي بي. لا تنسونا من الاشتراك والتعليقات، نقرأ جميع التعليقات ونضعها في الاعتبار. كانت معكم هدى عامر، شكرا لكم.